وهمسه الاثنين اصواتهم حلوه، وبتمنى بجد ان اشاركهم مع بعض في موضوع يعني يليق علينا احنا الاثنين كام وكبنتها. ايه رايك في البرنامج بتاع المهرجان السنه؟ تحفه تحفه، مميز ويعني مختلف ومتنوع، ويعني زي ما انتم شايفين كده الناس حابه الموضوع، ودي عاده دار الاوبرا لما بتنتقي وبتعمل مهرجان بيكون ليه يعني وضع مختلف في وسط المهرجانات اللي احنا بنشوفها في العالم العربي كله. معظم المطربين دلوقتي بقى يكتبوا في حفلاتهم اغاني للمطربين الكبار والقدام واغانيكم الخاصه. انا ما كنتش بحب اعمل كده، بس لما لقيت فعلا زي ما انت قلتي كده مطلب جماهيري حبيت الفكره وعملت الاول تجربه ولقيتها لاقت استحسان الناس، فابتديت اعمل ده في كل حفلاتي. هذا راديا تاريخ طويل ومهم ومهم، ربنا يخليك يا رب. تشرف في تاريخ الفن المصري النهارده بعد هذا التاريخ الطارق من صغر السن مبدئيا، ولكن عملتي كل الالوان تقريبا الغنائيه، يا ترى ايه الحلم اللي لسه عند راديا مصطفى لسه ما اتحققش؟ نفسي اعمل قصيده، قصيده تكون بوزن لا تدخلي مثلا بتاعت الراحله الكبيره فايزه احمد، وطبعا الحان كانت الموسيقار الاستاذ محمد سلطان. انا قلتها مره في حفله من حفلاتي، كنت خايفه جدا ومرعوبه، بس قلت لازم ان شاء الله في الفتره اللي جايه يبقى لي غنوه تقيله كده، عارفه اللي هي ايه، فيها غنى وفيها موضوع حلو وفيها تنقلات لحنيه وفيها مزيكا ترقص، يعني غنوه مكتمله العناصر. فانا بجد لسه حلمي ده ما اتحققش، حكمة من ربنا وكنز كبير ربنا خصني بيه. مهما قلت اختيار فستاني ودي حاجه مهمه برضه، بس طبعا لازم اقول برضه ان حب الناس نعمه، لما بحس الناس كده وبيقابلوني حلو بحس ان ربنا راضي عليا النهارده، انا عملت حاجه حلوه فربنا راضي عليا. ربنا يخليك يا رب. فستاني يا ستي طبعا حبيبي الغالي، بقول صديقي، اخويا، ابني، هاني بحيري الديزاينر العالمي، انا بقول عليه عالمي لان هو شارك في شهات عالميه وشرفنا وواجهة مصر المشرفه، يعني واجهة مصر المشرفه او المنوره. فربنا يا رب يديله الصحه، هو اللي عامل لي الفستان ده، وعلى فكره في 3 ايام بالظبط انا قلت له، وهو كان مسافر قال لي اول ما ارجع ما تقلقيش حطي بطنك بطيخه صيفي، يعني كمان تدل على الجميله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. والميك اب امين طبعا، وشعري طارق طحان. انت عمر على طول يا فندم، ربنا يحلي ايامك. شكرا كلنا كده جمهورك النهارده.